طيب بالنسبة للرعاة الآن، الرعاية الأمريكية والعراقية للعراق، أين يعني الطرف الأمريكي والعراقي من كل ما يجري؟ هل أم أنهما يعني في يراقبان المشهد عن كثب؟ يعني أين إيران بالتحديد وأمريكا؟ أمريكا أعتقد جعلت من الملف العراقي هو ملف ثانوي لها، وإنما يجري الآن ما بين هذه الكتل هو انعكاس للخلاف ما بين الاطلاعات الإيرانية ووزارة الخارجية الإيرانية من جهة، والتي تناسق مشروعها مع مشروع الإماراتي والسعودي، وما بين الحرس الثوري الإيراني. الإطار هو يتبع للحرس الثوري الإيراني، والتيار الصدري هو تابع للطلعات الإيرانية والخارجية الإيرانية، وإلا صدر لا يقوى على مواجهة النفوذ الإيراني والحديث بهذه اللغة في العراق. نعم، ولكن الطلعات الإيرانية والخارجية الإيرانية، ونحن نذكر الحادثة عندما أراد ظريف ترك منصب وزارة الخارجية وتم ترضيته، وبعد ذلك تخلى الحرس الثوري الإيراني أو مكتب خامنئي تخلى عن قاسم سليماني وأنهى دوره في العراق لفسح المجال أمام ظريف ووزارة الخارجية والطلاعات لتقوم بدورها. الدور الذي يطلع به الخارجية الإيرانية والطلاعات هو متوافق مع المشروع الإماراتي والمشروع السعودي، لذلك مقتدى الصدر الذي يعتبر هو رجل السعودية، نعم، هو متوافق ومدعوم من قبل هذه الدولتين الخليجيتين. أما الأمريكان فهم يراقبون المشهد باعتبار أن هذه الدولتين الإمارات والسعودية هي من تمثل المشروع الأمريكي أو الرعاية الأمريكية للجانب الصدر. ولكن الصدر في إجراءاته الأخيرة على ما تسرب من أخبار هو خالف المشروع الدولي الذي كان يرعاه، لأنه قد ترك مجلس النواب وأعطى الأوامر لأتباعه أو تقديم الاستقالة من مجلس النواب. والشيء الثاني، عملية التظاهرات التي قادها استنادا إلى جمهوره في الشارع، فهو يريد العودة أو يريد أن يقول لأصحاب القرار الدولي بأنه قادر على التغيير في وقت يقف. هل بالفعل هو قادر؟ يعني الآن تجيش الشارع أو الصدريين في الشارع، وغدا الجمعة أيضا حشد جديد لأنصار التيار الصدري، هل بالفعل الصدر اليوم قادر على حسم هذه المعركة السياسية والحزبية مع الأطراف الأخرى، إن كان أيضا مع نور المالكي وأطراف أخرى في العراق لإطار التنسيق هنا؟ استمرار، أنا أعتقد أن الأزمة ستستمر وأنه غير قادر على حسم ذلك، لأن الإطار أيضا سوف يدعو أتباعه للنزول إلى الشارع وإجراء مظاهرة أخرى، بالإضافة إلى أن هناك القوى الوطنية الأخرى التي ترفض الفساد بكل أشكاله، رفضت أن تكون مع أحدى هؤلاء الطرفين وتظاهرت في الأسبوع الماضي في ساحة النسور، وإنها أيضا سوف تتظاهر في مكان آخر وليس مع التيار الصدري. شكرا لكم. المشكلة نعم فيما بينها وتعطيل تشكيل ما يسمى الحكومة.